10 لزيرو، باقي ان شاء الله كاين ذهاب واياب ولا الحر؟ وتجاوب على كاع الاسئله وما تقول لا اه لا لا. مشينا ان شاء الله مشينا. واش با مراد؟ والله العظيم نهار كبير هذا معكم اليوم. وكبير بك المرضي ساعه سعيده. واجي لهنا انت تزاديتي في با مكنه. كون قال لك شي ناس قالوا لي انت ولد مكناس. معلومه غلط. حيد ما تماش. اجي باقي عندك كارطه في ايفون وجوج في نوكيا. زادت الرابعه. كاين الصول حتى هو ولا كتصيفط غير ابل مو؟ على حسب، بعض المرات كيكون بعض المرات ما كيكونش. انت بديتي في 2006 في الاواخر ديال 2006. وفي 2014 طفيتي الفلاش، كاينه ولا ما كايناش؟ 2014 العوامل الشخصيه والاسباب في الدومين عاود اكراهات. دابا انا باغي نشد فيك ولكن جيتيني كالم ودرويش وما كتعصبش. كنتعصب. معقوله الصاد الضحكه ما كتضحكهاش؟ لا لا كنضحك كي كنضحك. ضحكت معاك في هذه شويه السموحات. اجي كنتي في مراكش. جيت وفراسك هذه اول مره نجي لمراكش. اول مره نجي لمراكش واول مره نحيي حفل في مراكش. وكنتي مخلوع شويه بحكم انه حفل كبير وبحكم انني متواجد مع فنانين كبار والساحه ديال الجامعه الفنيه قدام بوبليك عريض، فاكيد انه يكون بزاف ديال الاحاسيس. وجامع الضحك مزيانه، علاش سموك شاعر الاحزان؟ بحكم السيل، ف الناس ولو عارفين الحر كيخدم السيل اللي هو حزين، فمشات ديك القضيه ديال شاعر الاحزان. وما تقدرش تخدم شي حاجه ضاحكه ولا تدير هوليود سماي؟ لا نقدر. شوف الموسيقى ما عندهاش حدود. الديفونس عندك ناقصه. هدف جميل. وانت اللي جميل اخي الجالي. اجي كتكور شويه. كنت كنلعب الكره في الصغر. لعبتي في نهضه مارتيل؟ لا ما لعبتش. هدف تالي على التوالي. انتبه للعداده با مراد. اجي علاش ما كملتيش في كوره؟ ما كنتيش كوايري؟ ما كنتش كوايري اخي، ما كنتش كونفوكا بزاف. الدرات ماركه ويلك بزاف. مالينا كتوجد شي اغنيه مع سعيده فكري وزهير باوي؟ مع زهير باوي كاين عمل مشترك مع زهير باوي. وامتى هادشي؟ ان شاء الله في القريب. العمل بجوج غيكونوا في القريب ان شاء الله، وفرحان بهم وكنوجه لهاد الفنان تحيه كبيره. كاين شي ديو مع فنان عالمي يا منى؟ ان شاء الله كاين اعمال في 2020 اللي تاهي كبيره وكنتنبأ انه غيكون عند حسن الظن الجمهور. بالتوفيق الاخ الشاقي. شكرا بزاف بزاف بزاف. وباقي ان شاء الله كاين ذهاب واياب ولا؟ عرض عليا ونلعب معاك بلافار. صافي في الفنيضه. الا كان البايصر على حسابك طحل الفول وكول. مرحبا اخي ناكل البايصر. وزيد هادي وعقل ما ترد. هاني طريق النجاح كله طبيعي. تحياتي. ما نسولكش فين غادي حيت انا اللي جاي عندك، انا مشيت. ان شاء الله وبالتوفيق حتى نتوما، وتحياتي ليكم والجمهور اللي كيتابعكم. فدو حيد وما تغبرش.